مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وأنتم تتابعون بطولة العراق الكبرى للمحبس من خلال شاشة قناة الديار الفضائية. هذه المباراة هي المباراة الأخيرة من الدور الأول، يعني أثناء هذه المباراة سوف تجرى عملية القرعة للدور الثاني. إذا نلتقي بهذه المباراة مع فريق الشعلة وفريق البلديات. رئيس فريق الشعلة العملاق كريم الخطاط. أهلا وسهلا. والمساعد فهد الصبيحاوي. رئيس فريق البلديات محمد البغدادي. والمساعد حيدر أبو كرار. اللجنة التنظيمية والتحضيرية لهذه البطولة وجميع البطولات السابقة، رعد العزاوي رئيس اللجنة، وأبو طليعة الرئيس اللجنة الحكام، المشرف على البطولة الشيخ شعلان الساعدي، مهند القصاب، رياض علمدار، والمشرف على الحكام وليد السامرائي. ضيف اللجنة التنظيمية والتحضيرية الشاعر الكبير أبو فاتن، أهلا وسهلا بك. حكم هذه المباراة الشيخ رياض، تفضل لإجراء القرعة واختيار المحبس اللي راح تتنافس عليه الفرق المشاركة. يلا المقتدى. كريم عملاق ومعروف من اليوم صار لي، بس اللي اعرفه انا 30 سنه واكثر، اخوي نافهد والنعم منك ابو جاسم اخوي ابو كرار، اريدها لعبه تليق بيكم وباسمكم ان شاء الله. وبهاي المناسبه وهذا الشهر الفضيل نريد نقرا سوره الفاتحه على روح الشهيد رزاق بداي وعلى روح شهداء العراق من الحشد الشعبي والقوات الامنيه وكل الفصائل المقاومه الشريفه. سوره الفاتحه نعم. الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. الآن المحبس تم اختياره، اعتمد في هذه المباراة، والآن إجراء القرعة ما بين الفرق المتنافسة. إذن المحبس الآن بعد إجراء القرعة، المحبس بشباب الشعلة، والنتيجة كالآتي: 2 لشباب البلديات، لا شيء للشعلة. وهذه بداية المباراة، خليكم ويانا مشاهدينا. إذن مشاهدينا، هذه بداية المباراة وبداية النزة الأولى والمحاولة الأولى للبطل محمد البغدادي على فريق الشعلة، وخلينا نتابع ايش راي يسوي البطل. يلا يا بطل. السلام عليكم. إذا خالد في راسك، ضع عليه خالص يا راسك طل يا راسك خالد، ايدك وراسك على الاستاد خالص يا راسك على الاستاد ضع عليه اثنيناتهم، هاي وهاي. حلوه المباراه، في راسك خالد، في راسك عين، اخر مباراه من الدور الاول، في راسك خالد، في راسك على الاستاد خالص، شي راسك الخبرة ضد الشباب. كل الجو طيب. بطل أبو جاسم.
فعلا مشاهدينا ما قدرنا نصور النقطة اللي قدر محمد البغدادي أن يأخذ المحبس بسبب انقطاع التيار الكهربائي. الآن المحبس بشباب البلديات، وهذه المحاولة الأولى للعملاق كريم الخطاط على فريق البلديات. خلينا نتابع ايش راح يسوي البطل. يلا يا بطل يا كريم الخطاط ويا فهد الصبيحاوي. مباراة الخبرة أمام السلام عليكم الشباب. راسك راسك ويدك راسك ويدك راسك ويدك الله يخليك راسك ويدك راسك الثاني الله يخليك راسك ويدك حبيبي راسك ويدك راسك شيله ايدك عين. معروف كريم الخطاط بلعبة دقيق وبلعبة حقيقة حرص كل الحرص على استغلال شو ايدك ولد كل ثانية موجودة عنده بالوقت ايدك عيني. لذلك نشاهده دائما يخرج بنتائج طيبة بس راسك نتائج جيدة. طل 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 يظل جارك أخوك ودار دارك يظل جارك أخوك ودار دارك جارك ثم جارك ثم جارك جارك ثم جارك ثم جارك يظل جارك أخوك دار دارك يظل جارك أخوك جارك ثم جارك ثم جارك جارك ثم جارك ثم جارك قرآنك يوصي دوم بالجار دينك يحكي عنه هواي أخبار هوايا خبر ولك اسوة بنبينا سيدي الأطهر لك اسوة بنبينا سيدي الأطهر يوم الدين ما يطول انتظارك يوم الدين ما يطول انتظارك يظل جارك أخوك ودار دارك يبقى الجرح ينشال عالراس كل طيبة ومحنة ورقة وإحسان يبقى الجرح أخو يتخلى عالراس كل طيبة ومحنة ورقة وإحسان والقالة عذر لو بالقلب داس القالة عذر لو بالقلب داس كل ما تغيب عنا جاوي عن جا وزارك يظل جارك أخوك أي يا بي يا بي يظل جارك أخوك ودار دارك يظل جارك أخوك ودار دارك جارك ثم جارك ثم جارك جارك ثم جارك طبعا نشكر الشاعر الكبير ابو فاتن على هذه الكلمات الرائعه والله يعطيك طولة العمر يا ابو فاتن وان شاء الله تزودنا بال يعني اكثر من هالموجود احنا اكثر مربعاتنا من الشاعر الكبير ابو فاتن. شكرا جزيلا لك يا طيب. اذا عوده للمباراه كانت محاوله اولى للعملاق
كريم الخطاط وهذه المحاولة الثانية وخلينا نتابع ايش راي يسوون الأبطال. يلا يا بطل. راسك شيل الله يخليك ايدك عيني ايدك استاذي شوي مش تلعب ايدك يا راسك راسك ويدك راسك ويدك الله يخليك ايدك وراسك حبيبي راسك ارجع لي ورا ايدك وراسك حبيبي هذا مكان خلي واحد يقعد فوق طار اوكي العظمين ثاني واحد هل عظمين وهل عظمين بالفوق هل عظمين وهل عظمين فوق طلق حلوة يا كريم الخطاط هل عظمين وهل عظمين خاطرك والسرة طلق لحظة شوي لحظة لا أنا أقول لك بس أقول لك هسه اصبر لي وشوف باوع لاعب كبير شو طلع ايديك فوق إذا المشاهدين مستمرة المباراة وهذه محاولة أخرى ولكن ما استطاع العملاق كريم الخطاط وفهد عصبي حاول يأخذ المحبس خلينا نتابع ممكن بهذه المحاولة يلا يا أبطال يا كريم الخطاط وفهد عصبي حاوي وهذا فريق البلديات وخلينا نتابع هذه المحاولة الأخرى ايدك عيني ايدك عيني ايدك يا رب شوي ارجع لي ورده خليك بس راسك الله يخليك شيل راسك عمي شو ذيك الله يخليك شيل راسك الله يخليك شيل راسك يا ولد وهل عظمين بالفوق بس مشعلة الصدرين أيوة شو ايدك الله يخلي ايدك عيني والله والديك ايديك على كيف هاي تشيني وينك كنت تلعب عمي لا اي هيك هاي هي ايدك عافيه ايدك عيني راسك شيله ايدك عيني شوي خوش تلعب العظمين هلا شيل راسك عمي شيل راسك شيله ايدك الله يخليك باو انت عمي شيل راسك وهالعظمين شيل راسك يا ولد بس شيل راسك راسك شيله وهالعظمين بس لا هذا ثاني واحد وهذا بالسرة ايدك عيني هالعظمين 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 شو ايدك الله يخليك شيل راسك وهالعظمين بالسرع ها عيني هسه صار طلع ايدك بابا وهالعظمين واحد وبدجدات السوداء وهالعظمين باللعب عليك استاذي لا 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 ما يدك عندي شو طلع ايديك هيك شويه هيك ايدك يا ابن يا ولد ايدك استاذ ايدك عيني راسك ويديك راسك ويديك مرت اللوخ حبيبي ايدك عيني هيك هيك الله يخليك ايدك يا ولد سر الثاني ايدك يا ايدك يا ابن
ايدك يا ولد، راسك شيله، راسك ايدك عيني. خلي هذا هالعظمين ركن. ايه ركن وياه هالعظمين. ماكشي ماكشي حلوه يا الصبي حاوي. طلع ايديك عيني، بس شي راسك، شي راسك الله يخليك. ايديك فهد الصبي حاوي، ايديك هالعظمين. عند كثير من الاشقاء هالعظمين. اي سعد الصبي حاوي ايضا. شو ايدك الله يخليك يا ولد، شي راسك بالسرع بس. اي الان المشاوره مع فهد المساعد. انا نازل على الفوق، عز غير عز غير، خليه يطير ويحدد راسك ابو ملاذر. طلق اليمين طلق اليسار عمي تاج راس حبيب باو علي حمي. طلق بس بشارع الساحل. اذا مشاهدينا الان وصلنا الى فقرة إجراء القرعة بين الـ16 فريق اللي تأهلوا إلى الدور الثاني. الآن نسمع الفرق من المشرف على الحكام وليد إسام الرائي. فريق الحلة، فريق الحلة أول فريق نذكر اسمه. هذا الدورة اللي راح تنحط به فريق الأسماء الأسكان. فريق الأسكان صدام العامري، نهاد أبو الهيجة، الحلة أبو أرشد. فريق النجف، فريق النجف ميثم الدبور والحاج أحمود. فريق الكرادة، فريق الكرادة الحاج فاضل. فريق بغداد الجديدة، بغداد الجديدة ناهد أبو سيف وخطاب. فريق شباب الكفاح، فريق شباب الكفاح الحاج سهيل أحمد العيساوي. الحاج سهيل بيده يطبق مالته. ليش؟ فريق تسعة نيسان، فريق تسعة نيسان اللاعب الشاب حسين الياباني. فريق الحسينية، فريق الحسينية مهند الهندي. اتحاد زيونة وحيؤور، اتحاد زيونة وحيؤور وسام العزاوي ومشتاق أبو زهراء. فريق كربلاء، فريق كربلاء سالم النقاش هاشم عوفي. فريق القريعات، فريق القريعات حازم الجبوري وأسعد الجبوري. فريق طويريج، فريق طويريج حسن نوماس وعلي كريم، علي أو محمد الطويرجاوي عفوا، محمد الطويرجاوي المساعد. فريق الأمين، فريق الأمين عماد الأسود وميثاق العطواني. فريق المشتل، المشتل أديب البغدادي وصادق أبو جعفر. فريق الأعظمية، فريق الأعظمية علي عدنان وعمار مجيد. والفائز من هذه المباراة بين الشعلة والبلديات، الفائز من هذه المباراة يعني يا إما الشعلة يا إما البلديات. لحد هذه اللحظة ما محسومة هذه المباراة، وراح نتابع عملية خلط أسماء الفرق. وأحد ال الآن أحد أطفالنا طبعاً بي راح يختار اسم الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائز من هذه المباراة، أول فريق الفائز من هذه المباراة يا إما الشعلة يا إما البلديات. فريق الطويريج. المباراة الأولى
الفائز من هذه المباراة يعني الشعلة والبلديات راح يلتقي مع أطويريج حسن نوماس. يلا حبيبي. فريق الأعظمية علي عدنان عمار مجيد. فريق الأعظمية كربلاء مع فريق أيضا الأعظمية مع كربلاء العملاق سالم النقاش وهاشم عوفي. مباراة راح تكون كبيرة وقمة بالإداء. الحسينية فريق الحسينية مهند الهندي. الحلة الحلة مع الحسينية. هذه المباراة الثالثة بالدور الثاني. الآن المباراة الرابعة الأسكان. الأسكان فريق الأسكان صدام العامري ونهاد أبو الهيجة. المشتل مع المشتل. المشتل أديب البغدادي وصادق أبو جعفر. تسعة نيسان فريق تسعة نيسان. تسعة نيسان حسين الياباني راح أشوف مع منو يلتقي. مع بغداد الجديدة ناهد والخطام. مباراة حلوة مباراة حلوة. القريعات القريعات حازم الجبوري. الأمين إذن الأمين مع القريعات. هذه المباراة السادسة والآن المباراة السابعة. كرادة الكرادة الحاج فاضل. وشقك شق اتحاد زيونة. اتحاد زيونة وحيور الكرادة. هنا اخر فريق بعدني عندي سهل النجف. اذا النجف مع بدون ما نشوف الورقة الاخيرة هي شباب شباب الكفاح. شباب الكفاح والنجف اخر لعبه. اذا مشاهدينا هذه عودة للمباراة بعد اجراء القرعة. نتمنى الموفقية لجميع الفرق المشاركة. محاولة اخرى للعملاق كريم الخطاط وفهد الصبحاوي على فريق البلديات. يلا يا بطل او خلينا نشوف ايش راح يسوون بهذه المحاوله الاخرى. ايدك راسك راسك ويدك ايدك وراسك ايدك وراسك ايدك وراسك ايدك وراسك عيني ايدك وراسك مرتلو ايدك عيني ايدك يابا ايدك وراسك حجي ديك شيل راسك حجي بطل ايدك عيني راسك شيله راسك راسك العظمين شو ايدك الله يخليك شيل راسك راسك شيله راسك ايدك ايدك عيني العظمين شو ايدك الله يخليك يجي. باسم شهداء العراق اي حنطاوي حبيبي والشعر بني حنطاوي حبيبي حنطاوي حبيبي اي خنطاوي حبيبي يا بحنطاوي حبيبي
عنطاوي حبيبي والشعر فتان، خبرني وسلب عقلي يا هالجيران، ما شايف مثيله ابن سلاجان، ما شايف مثيله لابن سلاجان، بعد ما اشوف دربي وضيعها مني حنطاوي حبيبي، حنطاوي حبيبي. شايف مثيلة لبن سلاجان، أخذ عقلي ضربي وضيعها مني، حنطاوي حبيبي يا ما حنطاوي حبيبي، حنطاوي حبيبي والشعار بني. مشاهدينا، أصبحت المباراة الآن صعبة أمامك يا كريم الخطاط ويا فهد الصبيحاوي، نتيجة كبيرة جدا، ولكن ماكو شيء مستحيل بلعبة المحابس، وهذا كريم يعني لاعب عملاق كبير جدا، وخلينا نتابع ايش راح يسوي بهذه المحاولة الأخرى. يلا يا بطل يا كريم الخطاط ويا فهد الصبيحاوي وهذه المحاولة الأخرى للعمالقة، وخلينا نتابع ايش راح يسوي. إذن كانت مباراة كبيرة خاضها فريق البلديات أمام الفريق العريق الكبير فريق الشعلة، ولكن التاريخ لا يرحم. نعم بطل العراق صاحب اللقب حامل اللقب، ولكن هذه لعبة المحابس، لعبة اليوم، إحنا اليوم نريد الإنجاز، لهذه اللعبة نريد الإنجاز، وخلينا نتابع إيش راح يسوون المشاهدين. ايدك عيني، راسك شيله، راسك حبيبي، راسك، راسك الشرف الثاني، تربع الله يخليك، ايدك عيني يا ولد، يا ولد، يا ولد، معاوض والله العظيم ترى، ولي، ثلاث مرات اصيح عليه، مشي راسك، اي، راسك، راسك ويديك، راسك ويديك حبيبي. مستمر المباراة ونسمع النتيجة من الحكم وليد السامرائي. فريق البلديات 8 فريق الشعلة 3. ايدك عيني، وهذه محاولة تاسعة. نعم صوتك زين ما شاء الله. راسك الحجي بالفوق. اي 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 حلوة. اذا بالفوق واحد فقط الحجي اللي طار العظمين، الطارة الأولى هذه العظمين الأول. إيدك عيني، إيدك يا ولد، شيل راسك يا ولد، إي إي مالك شغل، هالعظمين، هالعظمين بالسرع. هذا لعب كريم الخطاب عملاق هذا الرجل. إيدك أستاذ الله يخليك، أول واحد، إيدك عين الله يخليك، شيل راسك، شيل راسك، راسك بديك هيك وش تلعب، ايدك عيني، راسك، شيل راسك عمي، فكهم، هالعظمين، هالعظمين، هالعظمين بس. حلوة يا ابو زيد، حلوة يا كريم الخطاط، بقى ثلاثة وجهت تدقيقتين إضافية، هذه مباراة كبيرة يخوض هذا اللاعب أمام فريق متحصن بطيارة كبار، ولكن ماكو شيء مستحيل بالمحابس على ابو زيد، وخلينا نتابع ايش راح يسوون، نشوف مؤازره الجماهير وهذا العملاق كريم الخطاط وهذه المحاوله، بقى ثلاثه فقط.
خليه شوي ثبت ثبت ايدك الله يخليك اي فكر هاي لا ايدك عيني ايدك يابا ما الله وديك راسك شيله راسك قبل عليك عليك راسك راسك وديك راسك شيله ايدك عيني ايدك يابا بس اقعد عادل رحم الله والديك ايدك ايدك يابا عجل يدك علي مرتلوخ ايدك حجي الله يخليك ايدك استاذي ايدك رحم الله والديك راسك راسك شيله السر الثاني ايدك وراسك ايدك وراسك الله يخليك هالعظمين هالعظمين بالفوق حلوة إذا هالعظمين بالفوق طلق 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 على كيف طلق 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 حلوة يا كريم الخطاط حلوة يا بطل طلق 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 ليه حلوة العظمين العظمين وجدتك دقيقتين اضافيه يا كريم الخطاط بقيتين فقط لاعب كبير جدا لاعب كبير جدا وممكن ياخذ باي لحظه خل هاي هل العظمين بس نونو تركيبته مميزة نقي ناعم لطيف على عيون طفلي نونو بيت البشرة نونو اليوم وبكرة نونو أحلى ديب كل الأوقات مثل ما توقع رئيس اللجنة التنظيمية والتحضيرية رعد العزاوي قدر العملاق كريم الخطاط أن يأخذ المحبس وهذا طبعاً شيء مو غريب ولكن ضمن التوقعات الآن المحبس في شباب الشعلة وهذه المحاولة الأولى للبطل محمد البغدادي وحيدر أبو كرار على فريق الشعلة وخلي نتابع إيش راي يسوون الأبطال يلا يا بطل يا محمد البغدادي وحيدر أبو كرار وهذه المحاولة الأولى عملية التأكد من العدد ضمن الإطار القانوني العدد المتفق عليه بس بقى عليه بس بقى عليه ايدك استاذ خالو مشي راسك ايدك شوف راسك
عم ايدك هذه المحاولة الأولى ايدك خالي يعني تكون صعبة على الفريقين على رئيس الفريق والفريق بس بقى علي خالي الخصم أنا هناك غير هناك بالك بقى علي خالي شيل راسك شيل راسك خالي بس بقى علي طلع ايدك خاله بالله ايدك عم فكهم مشاهدينا كانت محاولة أولى وهذه المحاولة الثانية للبطل محمد البغدادي وحيدر أبو كرار نقطة سريعة ولكن خلينا نشوف شراء شباب هذه المحاولة يلا يا بطل خالي ايدك ايدك حبيبي ايدك طالب لا لا هيك طالب هيك طبقها طالب باه عليه خالص باه عليه استاذي استاذي باه عليه بس باه عليه باه عليه استاذي خالص بس شيل راسك شيل راسك باه عليه خالي استاذ ايدك استاذ ابو علي استاذ ابو علي خالي بس ابو علي حجي ابو علي استاذي ايدك وراسك كل سنه وطن شنو طيب اول كل طيب تعال صحبات بابا تعال صحبات يا كل سنه وطن لا حد يستعمل انا واقف العب قيد 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 مشاهدينا مستمرة المباراة والمحاولات من محمد البغدادي وحيدر أبو كرار لحد الآن هذه تعتبر بداية المباراة رغم أنه فريق البلديات الآن يعني رصيد عنده 9 نقاط جيدة الآن محاولة أخرى لمحمد البغدادي وحيدر أبو كرار خلينا نتابع إيش رأي يسوون الأبطال غلط أبو شعب أنت مو زايد فوكين اللي بيدك أخذه فوكن فوكن انت زايد خالص شيل راسك باع عليه استاذ باع عليه اغاتي باع عليه استاذ باع عليه خاله باع عليه استاذي تاج راسي باع عليه باع عليه عمي باع عليه استاذي باع عليه خالي استاذي حجي باع عليه خالي استاذي خاله شيل راسك خالي ما عليه خالي بس ما عليه بس ما عليه ما عليه استاذي ما عليه خالي ما عليه خالي بهالعظم كل اللي فوق طل اللي فوق كل اللي فوق عمي هالعظمين هالعظمين بهالعظم كل اللي فوق طل هو بس هم باقي اي هالعظم هالعظمين هالعظمين كل الجو طل دير بالك هذا قوي استاذ ابو علي طالب جهاد حبيب استاذ اغاتي يابا الله يخليك بس انت شاك باك محبس استاذي ابو علي استاذ ابو علي خالد استاذ بس ابو علي استاذي خالد تد مدنك شي راسك بس ابو علي اطبقها استاذي بس باع عليه بس باع عليه باع عليه
استاذ ابو علي. العظمين العظمين بالسره. نعم يا بطل. ايدك 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 هاي فكه وهاي اللخ. العظمين 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 كل الجو طل. حلوة يا محمد. العظمين 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 كل الفوق طل. باقي لك نص دقيقة. سودة علي ما خذت حمادي. سودة علي ما خذت سودة علي ما خذت لبريد فقا ولقن بغدادي. سودة علي ما خذت سودة علي ما خذت يا رب سوى من راح عني انجنيت. ما يدري بعده وصار اطم على خدودي انا خدودي ضليت. دخلك يا رب سوى من راح عني انجنيت. ما يدري بعده وصار أطم خدودي ظليت. شال العلاوي الحلة بغيابه مهجوم البيه. شال العلاوي الحلة يا ذا بغيابه مهجوم البيه. كل الجرى وصار من عنادي. سودة علي ما خذيت سودة علي ما خذيت. ولكن دون جدوى نسمع النتيجة من المشرف على الحكام وليد السام الرائي بعد أن صار صوته جيد. يعني ما بشي. فريق البلديات 9 فريق الشعلة 4. هم دي قطع شوية بعد محسن الدين 9 4 وهذه محاولة خامسة لك يا محمد البغدادي. خلينا نتابع شو راسر بهذه المحاولة الأخرى. ما عليه شو راسك خالد. ما عليه اشتادي. ما عليه خالد شراسك 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 ما علي ما علي استادي. بس ما علي ما علي شبيك قلبت ليموني. طلع ايدك طلع ايدك. بس ارجع لي وانا تجي. ما عليه
علي بابا علي كن على عظمين على عظمين سرطان على يمي تعال يمي تعال يمي خل احكي وياك ارفع راسك عين على عظمين على عظمين سرطان ضغطك بس اصبر بس اصبر بس اصبر بس اصبر مشاهدينا صعبه المباراه صعبه الان محاوله اخرى للبطل محمد البغدادي وحيدر ابو كرار ياخذون بعد ان شاء الله هسه هم بداوا هسه نقطه حصروا محبس حلو اذا تكررت عندهم هاي الحاله فطيره طيرين ياخذون الان 9 5 هسه 9 5 وهاي المحاوله السادسه للسادسه للسابعه اذا حصر محبس ابو حيدر استاذ حيدر ومحمد اتوقع ياخذون خلينا نتابع مشاهدينا ايش راح يسوي محمد البغدادي وحيدر ابو كرار وهذه المحاوله الاخرى يلا يا بطل يا محمد البغدادي حيدر ابو كرار الله يديك استاذي خالي با عليه با عليه عمي با عليه استاذي استاذي بس با عليه خالي استاذي خالو استاذي خالو استاذي شو راسك خالو خالو سعودي ايدك راسك سعودي بعد 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 لا ترين شوي ما عليه خالق ما عليه استاذي استاذي زيودي استاذي خالق شيل راسك هل عظمين هل عظمين ايه اثنين ابو لحيه بالسره ابن السر الاول ثلاثة بقى عمي واحد اثنين ثلاثة بالسر قسم حيدر عزيز اذا المشاهدين يعني كانت نقطة رائعة يعني حقيقة لفريق الشعلة طيارين كبار يعني حتى ما لحقنا نصور يعني هو راح على اللاعب البيده المحبس وهو بصفوة نزل على بصفوة ففرد للاعب صحبات صحبات صارت نزلة سريعة اذا نسمع النتيجة الان فريق البلديات 9 فريق الشعلة 7 9 7 يعني اجى للمباراة نعم كريم الخطاب 9 7 فرق نقطتين فريق عريق فريق كبير. صاحب اللقب صاحب اللقب وكريم من يعني طواليب المحبس اللي كبار اللي يقدرون ياخذون المحبس وهذه محاولة أخرى للبطل محمد البغدادي ان شاء الله وحيدر أبو كرار خلينا نتابع مشاهدينا وش راي يسوون بهذه المحاولة الأخرى بعد أن كانت المحاولة السابقة غير موفقة يعني المستوى المباراة جيد جيد قل للمبطل حلوة يا حيدر يا أبو كرار هلا عظمين هلا عظمين استرطن مشاهدينا كانت نزلة موفقة إلى اللحظة الأخيرة يعني كان أبو المحبس قال له افتح لي منه ما أعرف اللغ قاعدة شنو صار أربعة إي فتدري يعني شوفوا ياهو الوضح عنده هو بقاهم أربعتهم نعم فلازم يقعد من عندهم فهذا اللي قال شوية يعني مكاشف قوي قال له فوق صعبات يعني هو هم بقوا ثلاثة إذا هو طيار قوي هذا طيار قوي يعني هم ثلاثة هم اللي بقوا قوي طيار قوي إي نعم ولعبة قوية طبعاً كريم داخل حلد أسماء يعني عملاق عملاق وهذه محاولة أخرى لمحمد البغدادي وحيدر أبو كرار والنتيجة نسمعها من الحكم وليد السامر رأي فريق البلديات 9 فريق الشعلة 8 الورقة على وقتك عبره ديدرس إذن مشاهدينا 9-8 قدر يجي إلى المباراة كريم داخل نعم. يعني ما قبل الأخيرة وكان لا شيء صفر باللغة العامية صفر 9-0 والآن 9-8 ممكن هسه يصيرون تعادل فريق الشعلة فريق عنيد من بداية
يعني اولمبياد والقنوات، هو يعني ينافس على كل البطولات. حامد مشاهدينا، يعني الآن المباراة متساوية الأغلبية المن تسعة كل الأغلبية المن يعني الشعلة بدهم المحبس، المفروض الأغلبية لهم، ماكو أغلبية، الكفة الراجحة المن، ما تنتهي المباراة ما نقدر نحكم بها. إذن تسعة كل حبايب لحد الآن ومستمرة المحاولات ولكن ماكو محبس. فريق الشعلة فريق صعب، الله يعينك يا محمد البغدادي يا حيدر أبو كرار. ممكن بأي لحظة مثل ما سواها كريم الخطاط يسويها محمد البغدادي حيدر ابو كرار. وخلي نتابع هذه المحاوله ما قبل الاخيره للبطل محمد البغدادي. يلا يا بطل يا محمد البغدادي وحيدر ابو كرار، وهذه المحاوله ما قبل الاخيره، خلي نتابع. استاذي طالع بس بس طلع ايدك، ايدك الجهاد بس، با عليه ايدك خالد، ايدك استاذي بس، با عليه، با عليه خالد، خالد بس با عليه ايدك استاذي، با عليه حجي يا بطل، ايدك استاذي با عليه خالد استاذي. فريق الشعلة فريق مو سهل، فريق كبير بطيارة كبار، والان محمد البغدادي بشي راسك، شي راسك في محاولة ما قبل الأخيرة، شي راسك خالد، حمت المباراة وعلي خالد، والآن وعلي استاذي استاذي مطالب محمد البغدادي وحيدر أبو كرار بالمحبس. وخلي نتابع، ممكن كل شيء جائز في بطولة المحبس. يلا يا أبطال اي 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 عمي، واحد اثنين ثلاثة بالجو بس قيد اذا مشاهدينا وصلنا الى النقطة الحاسمة، النقطة المصيرية اللي راح تحدد مصير فريق البلديات، يا اما المغادرة يا اما الاستمرار بالمنافسة. نسمع النتيجة من الحكم والمشرف على الحكام وليد السمرائي. فريق الشعلة أخيرة، فريق البلديات تسعة، عشرة تسعة بعد ما كان متأخر. فريق الشعلة يعني تسعة لا شيء، الآن عشرة تسعة. هذا إنجاز كبير يحسب إلى فريق الشعلة وإلى كريم داخل، وممكن بأي لحظة يحدث كل شيء توقع، كل شيء توقع يعني ممكن ياخذ محمد البغدادي. يلعبون زي يعني يلعبون لعب حلو، لعب حلو، توفيق من الله. مدة هذه النزلة 10 دقائق. عندك تفاصيل اخرى؟ اذا قال له بس انت ياخذ، بس احتمال يبقون اثنين ثلاثة يعني ياخذون يسروا لنا ويضيف لهم اي وقت اضافي طبعا. اذا مشاهدينا خلينا نتابع ايش راح يسوون الابطال محمد البغدادي وحيدر ابو كرار بهذه المحاولة الأخيرة المصيرية. يلا يا ابطال يا محمد البغدادي وحيدر ابو كرار، وهذه المحاولة الأخيرة لكم، يعني أنتم مطالبين الآن أن تأخذون المحبس، قدامكم عشر دقائق، عشر دقائق بلعبة المحبس يعتبر وقت كبير جدا، ممكن يأخذون كل شيء جاهز. خلينا نتابع ايش راح يسوون. هذا حيدر أبو كرار متقدم على فريق الشعلة. استاذي شي راسك، مباراة رائعة بس با علي، با علي بطولة كبيرة اخرجها بالعافية عليكم با علي ميثم ابراهيم مدير التصوير وسام الناظم مصور فهد سعود محمد الكردي الكرادي مدير انتاج عمر الجراح مساعد مصور بسام واسماعيل
عليك العزاوي. شيل راسك شيل راسك. المشرف العام على البطولة علي السعدي و المونتير حارث. تحية خالصة للمونتير حارث ونتابع وياكم هذه النزلة الأخيرة. خالد ايدك استاذي بس ما عليه وين تبغى واحد؟ تعال عمي تعال حق شيل راسك خالي. وجهك هنا وجهك النوم على ما عليه استاذي ما عليه ما عليه استاذي طلحن لا هيك هيك تبثه بتن ثبتن لا عدل ايدك عدل ايدك ثبتن عمو ما عندك كل شيء ارجع عمي ارجع استاذ ابو الرصاص فوق فوق ذاك الرصاص فوق ها وطالب انت كيت انت كيت وهذا ما يفلف وليد وليد ارجع 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 عمي بس انت هيا طالب 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 مربطك مبروك الى البطل الكريم داخل فريق الشعله وحظ اوفر الى شباب البلديات والى لقاءات اخرى تقبلونا وترقبونا مع الابطال محدثكم فؤاد البغدادي والمخرج ميثم ابراهيم في ملاغاتي.